السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المشهد. اتهمت النقابة الوطنية للمعلمين وزارتي التهذيب والوظيفة العمومية بالإخلال بالالتزامات وبعرقلة مشروع الأسلاك وهدم الثقة بين المعلمين والقطاع الوصي عليهم. وتطالب نقابات المعلمين الموريتانيين من حين لآخر بمطالب عديدة تشمل التحسين من ظروف المدرس وتوفير الوسائل للنهوض بقطاع التعليم. نستضيف لكم في هذه الحلقة من برنامج المشهد المختار والأفضل الأمين العام المساعد للنقابة الوطنية للمعلمين. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا بكم. أنتم في بيان أصدرتموه اتهمتم وزير التهذيب بأنه لم يفي بالالتزامات التي تعهد لكم بها في مارس الماضي، ما هذه الالتزامات تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. نشكر المحطة المحترمة التي نحن الآن من خلالها نتنفس السعادة، وهذا البرنامج المشهد بصفة خاصة. كما حضرتم وشاهدتم صدر هذا البيان الذي من خلاله يكون المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمعلمين قد قدم لجمهور المعلمين الحاضرين بالآلاف في هذه الأيام في العاصمة نواكشوط، خاصة وأننا في العطلة الصيفية، حقيقة ما يجري، خاصة أن النقابة الوطنية للمعلمين هي النقابة الوحيدة العضو فيما يسمى بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وبالتالي فإن العبء عليها كثير، فهي المتكلم الحقيقي قانونيا وإداريا وحقوقيا عن المعلمين بصورة عامة. بالنسبة للالتزامات، طبعا من هذه الالتزامات أن الوزارة في من خلال آخر اجتماع للمكتب التنفيذي بالسيد الوزير في 3 مارس منذ قرابة 4 أشهر قد التزم التزاما نعتبره عليه أن يكون قد نفذه من خلال هذه الفترة، نأخذ منه علاوة البعد التي كان يجب ويأمل الجميع أن تعمم على جميع المعلمين في مختلف البلاد. هذه العلاوة التي نشجع ونذكر أنها تم تعميمها والمساواة، خاصة عند أشقائنا في الولايات الشمالية، خاصة الزويرات التي حدثت، ونحن نذكر الناحية الإيجابية، حدثت بشكل منظم وكان وفقا لما طلبته النقابة الوطنية في تلك الولاية. نعم، إذن هذا أحد الالتزامات. إذن هذه أحد الالتزامات الأساسية والمهمة التي نعم تشغل بال المعلمة الإطار الباقية. بقية الالتزامات التي قلتم إن الوزير التزم لكم بها. إذن هذه العلاوة قد شاع وراج وأجمع الجميع على أن مسألة أن يتقاضاها المعلم هي مسألة وقت. فورا نحن صرحنا بذلك مع نهاية خروجنا من اجتماع مع السيد الوزير، كنا واثقين من أن هذه العلاوة لن نتحدث عنها بعد ذلك. إذن وهناك كذلك مسائل نرجو من الوزارة أن تصعد بها إلى من بإمكانهم أن يوفروا تلك العارضة المطلبية الكبيرة التي نقتصر الوقت على هذه العلاوة التي يطالب بها جميع المعلمين، وكذلك علاوة طبشور، علاوة خطر الطبشور التي نرجو أن تكون على مدى العام بدلا من 9 أشهر، فجميع الموظفين العلاوات التي يستحقونها لا يتم قطعها في فترات الراحة التي أقرها المشرع، إلا علاوة خطر الطبشور التي عندما يغيب المدرس عن مكان التدريس تنقطع تلك العلاوة. لكن هي مرتبطة بممارسة التدريس وحامل الطبشور. لكن هذه العلاوات التي يحصل هي علاوة خطأ، وهذا الخطر لا تعرف إلى أي مكان أو زمان سيتجاوز كذلك الخطأ، فغلب المعلمين ولله السلامة، نرجو من الله السلامة للجميع، أعمارهم هي في الحقيقة نباركها بما قاله صلى الله عليه وسلم عن أعمار أمته، لكن في الحقيقة هي علاوة خطر ويجب أن يتقاضاها ويحصل عليه المعلم على مدى العام. نعم، بالنسبة لالتزام الوزير، هل كان مجرد التزام شفهي أم حصلتم على تعهد مكتوب منه؟ في الحقيقة هذا التزام خرج به المجلس التنفيذي للنقابة الوطنية، المكتب التنفيذي من عند الوزير،
ونحن وأنا قد جئت من الولايات الشمالية، خاصة ولاية نشيري، كنا مقبلين على سنة بيضاء في ولاية نشيري، إلا أنه بحكمة المعلمين وطواقم التعليم وكذلك رشاحة وعلو شأن المدير الجهوي ومكتب التنفيذي لآباء التلاميذ، كنا على شفا إضراب أو سنة بيضاء بسبب كون أن هناك وفودا تتجاوز الولاية إلى لتبرم الاتفاقيات مع زملائنا، ولله الحمد كذلك في ولاية تيس زمور، وكأن الولاية هي معبر وليس بها أناس يستحقون، معلمون مثابرون يستحقون كما هو في مختلف أنحاء البلاد أن يكرموا، أن يوفر لهم المعيشة الكريمة حتى يتمكن الواحد منهم من العطاء الذي يخدم الأمة. لكن هذا التعهد الذي التزم به المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية في مارس الماضي، في 3 مارس الماضي، هل هو تعهد مكتوب أم مجرد تعهد لفظي فقط؟ في الحقيقة النقابة الوطنية للمعلمين هي المقرر الوحيد للمعلمين، واي اتصال او لقاء مع اي مسؤول، ماذا التزام الوزير لكم هو مجرد التزام مكتوب ام شفهي؟ اجابه بلا او نعم، نتجاوز الى سؤال اخر. في الحقيقه اعتبرنا ذلك التزاما وخرجنا اعلاميا وصرحنا به. اذا هو التزام شفهي. كذلك ساتحدث من باب هذه الالتزامات عن الشراكه ما بين الوزاره والنقابات. ومباشرة طبعا حدث في بداية مع نهاية السنة الدراسية حدث وأجريت عدة اتصالات مع النقابة الوطنية للمعلمين، وكذلك هذه النقابة التي تشارك أو تطلب من بقية النقابات المسجلة على ورق النقابات من أن تدخل معها في معاني كل ما يخدم المعلم وما يجلب له الخير. لاحظنا أنه حدث انفتاح بيننا وبين الوزارة الوصية، إلا أنه مع نهاية العام الدراسي لم يجرى أي اتصال لتلك اللجنة. هذا الانفتاح ما بينكم وبين الوزارة، هل تم خلاله التذكير بالمطالب التي بالالتزامات التي قطعها الوزير على نفسه؟ طبعا ما من لقاء أو لقاءات تجريها هذه النقابة إلا وما يخدم المعلم، وإلا فلماذا نجتمع مع الوزير؟ إذا لم نكن نحمل هم المعلم وعارضته المطلبية، فلماذا ندخل على أي مسؤول؟ طبعا هذا هو ديدننا وهذا هو ما نسمو به بأي وزير وبأي حكومة. إذن هل جدد لكم التعهد ما دمتم اتصلتم به في شأن الالتزام أكثر من مرة بعد التعهد به في مارس الماضي، هل جدد لكم التعهد؟ في الحقيقة خلصنا إلى الدخول في لجان عملية مشتركة، تلك اللجان اجتمعت مرة أو مرتين ومن ثم انقطع النبأ. نعم، أنتم في البيان الذي أصدرتم حذرتم مما وصفته بأنه انهيار الثقة ما بين المعلم وبين القطاع الوصي. هذا في الحقيقة هذا شأننا وهذا ما يجب وما اكتشفناه ويصلنا من خلال المعلمين الميدانيين. فالمعلم وخاصة أننا فرحنا جميعا للعام الدراسي المسمى العام 2015 عام التعليم في موريتانيا، فهذا العام عودنا عليه كثيرا وكتبنا وتحدثنا عن ذلك، فلماذا وكون التعليم هو يخدم المجتمع والعالم بصورة عامة؟ فسنة التعليم يجب أن لا نكون مع نهاية العام الدراسي 2015 ونحن الآن نتحدث عن العلاوات، لماذا لا نتحول إلى ما يخدم الإطار المعلم في قالب حقوقي وقانوني هو شرف لنا جميعا كوزارة وكنقابة. لكن هذا التحذير هل يعني أنكم تصفون سنة التعليم بأن الثقة فيها بين المعلم والقطاع الوصي عليه قد انهارت؟ لا نعتبر بذلك انهار، بل هذا هو إنذار وتحذير أو هو دعوة إلى العمل الجاد، سواء من الوزارة الوصية أو منا نحن أيضا كمسؤولين نتكلم عن المعلمين بالآلاف. لكن أنتم في البيان قلتم أنكم تحملون وزارة التهذيب المسؤولية عن انهيار الثقة ما بين المعلم وبين القطاع الوصي عليه، هل انهارت فعلا أو هناك أو هي على وشك انهيار هذه الثقة؟ ما نحذر منه هو الوقوع في هذا الانهيار لا قدره الله، وكذلك نحن نعرف أن المعلم هو شخص صبور
المعلم هو شخص صبور، إلا أنه كذلك يتفهم يعي المسائل يتكلم عنها ويحذر منها في الوقت المناسب. فبإمكان الوزارة أن تحول كل هذه العارضة المطلبية إلى مسائل نتحدث عنها. نحن لا نتكلم عن النواقص فقط ولا عن السلبيات، بل يعجبنا في هذه الحكومة مثلا نتكلم لك عن قضية السكن اللي تم تعميمه على جميع الموظفين عن طريق علاوة معروفة، وبالتالي هو شو باش يخلق هذه السنة والله السنة الماضية. إذن استفادوا الموظفين بشكل عام قضية السكن، ونحن كذلك كما نقابة بعيدة عن السياسة وعن التسيس، إلا أننا نتكلم ونتحدث عن الواقع، نستنطق الواقع فنقول لما حدث شكرا على هذا، ونراعي وننصح بما قد يحدث. نعم. وهذه أشرت قبل قليل إلى أن المعلم بطبعه صبور، هل ينفد صبر المعلم؟ طبعا المعلم هو إنسان، وكذلك أن المشرع القانونية أعطى النقابات والعمل النقابي الذي نرى أنه من لم يعمل به، من لم يأخذ به، لن تتسنى له حقوقه. فالمهم أن المعلمين الآن أصبحوا أكثر جاهزية للعمل الوطني الشريف، لكن في الحقيقة الوقوف أمام العارضة المطلبية حتى يتحقق للمعلم ما يخدم المجتمع. فعندما تلبي مطالب أو العارضة المطلبية للمعلمين فهذا هناك 20,000 أسرة تابعة لهذه الشريحة من الأطر التي تعتبر في الحقيقة ترى الغبنة فيما يحصل في التسيير خاصة لدى الموظفين. الحمد لله القضاة عندهم رواتب سلطانية، الإداريين أصبح كم يتقاضى الواحد منهم، لكن هناك شريحة مجموعة تستحق التكريم والتشجيع، وهي تنظر إلى المجتمع بأن وإلى المسؤولين وإلى الحكومة بأن تسخلها بما يستحقه المعلم. نعم. الآثار السلبية المترتبة على واقع المعلمين، هذه العبارة أيضا مما ورد في البيان، طبعا ربما تحتاج لبعض الشرح. طبعا وشكرا، وليس من غضاضة في أن يتكلم المعلم عن واقعه الاجتماعي عن واقعه المادي. المعلم عندما يكون ميدانيا يقدم للمجتمع وللطفل رئيس المستقبل ووزيره والمسير المستقبلي للأطفال ما يستحقونه، عليه أن يكون في رغد عيش. على المعلم كما قال الشاعر، ونرجو أن يقول السياسي وأن يقول الاقتصادي للمعلم خذ هذا بدلا من يقوله شعرا، قل للمعلم فيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. للمشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا النقاش. بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمتابعة هذا النقاش، ومع ضيفنا المختار والأفضل الأمين العام المساعد للنقابة الوطنية للمعلمين. أستاذ مختار، أنتم في البيان أيضا اتهمتم وزارة الوظيفة العمومية والتهذيب بالتقاعس عن تقديم مشروع الأسلاك لمجلس الوزراء المصادقة عليه. مشروع قانون الأسلاك هذا ما الذي يحمل للمعلمين؟ شكرا. قضية مشروع قانون الأسلاك هذه قضية مهمة عند المعلمين. وقانون الأسلاك فترة معينة 2011، وكنا شركاء مع وزير الدولة آنذاك، الوزارة وزير الدولة والوزارات الوصية وزير الدولة للتهذيب آنذاك. لأني أشرح لي المسألة، كانت الوزارات كلها على زر التعليم العالي، التعليم الثانوي والتعليم الأساسي. هذا مكننا احنا في إطار النقابة الوطنية للمعلمين أهل الميدان تسأل عن مشاكلك، عن ما يمكن أن تقدمه الدولة والحكومة ما يخدم المعلم والمنظومة التربوية. قدمنا مشروعا متكاملا
اعتبرنا أنه إذا ما حدثت المصادقة عليه أو شاركنا فيه كذلك، كذلك كان فيها أخصائيين، كانت فيه الناس اللي أهل الميدان وأهل الخبرة والحكومة نفسها. مشروع القانون اللي كان 2011 هذا المشروع اعتبرناه يخدم المعلم، معلم المساعد يتطور مكانته، المعلم صاحب الشهادة إذن اعتبرناه منظومة متكاملة ستخدم. إذن هو اعتماد على الشهادات أو على الأقدمية أو مزج بين الاثنين؟ مزيج بين الكل، كل ما يخدم الإطار المعلم سواء من ناحية التجربة الفترة اللي عنده، قضية الشهادة نفسها طريقة. إذن أصبحت هناك فئات المعلمين. هذا القانون هو اللي كنا وصادقت لي الحكومة أنا له، ثلاث وزارات، وزارة الدولة وزارة المالية كذلك والوظيفة العمومية. في آخر اجتماع لنا مع وزير الوظيفة العمومية، ونحن باعتبارنا الممثل الوحيد للمعلمين النقابات في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، هذه الاستشارية المهمة التي نرجو كذلك من أن اجتماعاتها تم تعرض للإعلام، لأنها يخلق فيها ياسر من النقاش المهم اللي يخلق الإطار الفقير اللي هو بدون نعتبره المعلم. هذا لقاءنا كان مع الوزير قبل أعلان ذاك قانون الأسلاك دي 2011 ونختار المصادقة عليه بليش فيه ذاك اللي يعني المعلمين اللي طرحوه بصورة مباشرة. تفاجأنا من قانون الأسلاك هذا اللي قد خلق فترة معينة، لكن وزارات فيها كل مجموعة في البلد. هذا بالحقيقة رأوا لنا ما هو اللي يخدمنا، هو اللي قدم وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة. ونحن طبعا حددنا عن المسألة وعن خطورتها وعن ممشينا مدى كلجان فنية. هون نحن هون عندنا المسألة الوضع العمومي، معناه أنا جاي عن الناحية الفنية والقانونية والإدارية والمالية لما يخدم المعلم، ولا أنا مستعدين على أن نتراجع عن قيد أنمولة. وبالتالي كون طالبنا سيد الوزير المحترم بدل أنه يقدم مشروع قانون الأسلاك اللي شرحنا له وضعيته ودي يخدمنا كمعلمين، قدم بدل منه ذاك الاخر اللي نعرفه نحن ذاك اللي فيه، اللي نعرفه لان ما قدو ناقشوه مع الفنيين، لكن عبر الاعلام لا نختاروه يرجع عليك المساله. لان بعضها القانون اللي بالحقيقه الوزاره احنا كنا 2011 في المجلس الاعلى للوظيفه العموميه كنا شركاء فيه. لكن المشروع هذا اللي تم المصادقه عليه مجددا مشروع الاسلاك، تعتبرون انه لا يخدمكم او هو يعني يقفز على المطامح التي كنتم تطمحون للوصول إليها من القانون الآخر؟ ما الفرق بين الاثنين باختصار إذا كان لا يمكن شرحه بالقدر الكافي؟ رؤوس أقلام عنهم الفرق بين الاثنين. سؤالك جيد وهو مباشر. الحقيقة أن مشروع الأسلاك إن تم تصديق عليه وتقديم الحكومة المشار إليه 2011 والذي يخدم المعلمة، لأن المعلمين هم من وضعوه ومن شاركوا في تقديمه. إذن الفرق بينهما أن فقط بينهما من ناحية أن القانون الأول قدمتموه أنتم وتم بالتشاور معكم، أما الآخر فلا. فقط هذه هي حقيقة المسألة، أن 2011 تم التشاور معنا، تم تقديمنا كوزارة مستقلة وصية. هل اطلعتم على القانون الجديد؟ هناك ما لا يخدمكم فيه؟ طبعا هو نعتبره لا يهمنا، لا يهم التعليم الأساسي لا من قريب ولا من بعيد، بل هو لأغراض أخرى ولأناس آخرين نرجو أن يحصلوا على حقوقهم، لكن ليس على حساب حق المعلم المثقف الواعي. نعم، أيضا عبرتم عن استعدادكم لأي خطوة إيجابية يقوم بها القطاع الوصي. هل يعني ذلك أنكم لمستم خطوات جديدة نحو المصادقة على هذا القانون أو التلبية أو الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد لكم بها سابقا؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة كان اجتماعنا ليوم أمس والذي من خلاله تم إصدار هذا البيان هو نبض لما يطمح إليه المعلمون في هذا البلد. وهذه احنا نعتبر أنفسنا متنفس، نحن نمثل جهازا قانونيا وإداريا هو متنفس لجميع المعلمين. ما تقوله النقابات كلها أن هي الممثل لكل المعلمين أو هي وحدها أحيانا ما تمثلهم، لكن هذه اللغة ليس معنا الآن نقابي آخر من إحدى نقابات المعلمين، يمكن نتجاوز هذه اللغة قليلا جيد حتى لا يكون فيها تقليل من شأن نقابات أخرى. شكرا جزيلا. لكن أنا قد أصدر هذه الكلمات والتي من ورائها نحن عمليا في اجتماعنا مع وزير الوظيفة العمومية طالبنا شركائنا من مجموعة كبيرة من النقابات الحضور والاستماع والتكلم إلى وزير الوظيفة العمومية
لكن من كان صداه، ونحن نعتبر أنفسنا مسؤولين عن مشروع القانون هذا، لأننا شاركنا في تأسيسه في لكن قيامه وكيانه. نعم، لكن أنا ما سألت عنه هو إشارتكم إلى أنكم مستعدين لأي خطوة إيجابية، هل يفهم من هذا أنكم لمستم تطور أو خطوة نحو تحقيق بعض هذه المطالب؟ هل فعلا لمستم شيئا من ذلك؟ لكن كما قلت لك سابقا أن المعلم صبور، فكذلك المعلم عنده أمل كبير، عنده أمل كبير. لماذا؟ فنرجو من الوزارات، وزارة الوظيفة العمومية، تقديم السيد الوزير للمشروع هكذا بطريقة وبعد نصحنا، نرجو أن يتراجع عنه وأن يقدم المشروع القادم. نعم جميل. لو تجاوزنا إلى موضوع آخر يتعلق بقضية التكريمات، تكريم الوزارة، وزارة التهذيب للمعلمين. هذه الأيام يجري الحديث عن التكريم وما إلى ذلك. كيف تابعتم هذا التكريم الآن من حيث المعايير المعتمدة فيه؟ في الحقيقة أنا من ولاية جئت من ولاية نشير، والتمسنا من خلال الإدارة الجهوية يعني الموجودة مدرس في ولاية في نشير. ولاية نشير، وطبعا أفهم من خلال سؤالك أنا من المكرمين لهذا العام، وما تم تكريمهم لهذه السنة في هذه الولاية نعتبره أن كنا شركاء فيه كذلك. أي تم معلم إشراككم في اختيار المكرمين؟ طبعا أي معلم ما هو ميداني، أولا تجاوزنا الكثير مما كان يحدث عن طريق الوساطات، عن طريق الطلب المباشر، وعن طريق هنا في الحقيقة المعلمون لهذا العام تم تكريم مجموعات كبيرة منهم، وهم يستحقون التكريم بعملهم، بإخلاصهم، بوطنيتهم، ونشكر لكن هذا بالنسبة لولاية إنشتري فقط، أنتم نقابة مسؤوليتكم هي معلمي موريتانيا كلهم، بشكل عام كيف تعلقون على هذا التكريم؟ ليس في إنشتري وحدها؟ لا، من خلال التواصل مع المجموعات المعلمين في كل مكان لاحظنا أنه في هذا العام في الحقيقة المعلمون عندما، وطبعا كانوا مقدمين على ذلك في مختلف السنوات، في العام الدراسي المسمى عام التعليمي أبلوا بلاء حسنا، أعطوا للمجتمع ما يستحقه المجتمع، أعطوا للصبيان ما يستحقينه قولا وعملا وواقعا. وفي التكريم وزارة التهذيب هل أعطوهم ما يستحقونه؟ في الحقيقة وزارة تعني هنالك وزارة أقصد التكريم الذي يتم هذه الأيام في الوزارة للمعلمين من مختلف الولايات، هل هو مبني على معايير؟ تعليقكم أنتم على هذه المعايير؟ طبعا كل الزملاء الذين حصلوا على التكريم في هذا العام، على التكريم في هذا العام يستحقونه عملا، ولماذا؟ ومن لم يحصلوا عليه، هل هناك من لم يحصلوا عليه وكان يجب أن يكونوا ضمن المكرمين؟ نحن في نقابة نطالب بأنه مثلا إذا حدث تكريم هذا العام فيجب أن تتاح الفرصة في العام القادم لآخرين مجدين عمليين، وهذا نحن نذكره فنشكر الوزارة لك. نعم وصلت الفكرة. إذا حاولنا أن نتحدث الآن بإيجاز عن مطالب المعلم الموريتاني، ما هي أبرز مطالبه الآن في هذا الظرف؟ أبرز المطالب التي يقدمها المعلم أو يحتاج إلى تلبيتها؟ سنرجع إلى أن نطالب بمسائل عدة، لكن أولا أرجع إلى الوزارة الوصية التي نرجو أن تعمم علاوة البعد على مختلف المدرسين في مختلف البلاد، وهذا يستحقونه. نعم. كذلك نرجو أن تحدث شراكة حقيقية مع النقابات، أي أن تكون هناك لجان أو خلايا تعمل ليلا ونهارا، لأن الهم أكبر ونحن شركاء في المسألة وعلى كل منا أن يعطي. أما في الحقيقة ما يستحقه المعلم، فالمعلم يستحق راتبا يوفر له مائدة سلطانية، فليس بالإمكان أن ترى الرواتب تقفز في موريتانيا تتجه إلى الفضاء بشكل صاروخي كرواتب النواب، رواتب الوزراء، رواتب القضاة، رواتب الإداريين، في حين أن راتب المعلمة المجدة يبقى هو بالحسنانية راتب. كذلك ناقشنا مما ناقشنا في اجتماعات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ما يتقضاه المعلم عند مثلا الذي أعطى لك عن خلاك تدي الشير 500 وقية وهي من 1960،
1960 أو 500 ديك الساعة أساسية، يعني قالوا أكو شما هذه طالع المعادلة الوليدة طالها 1200. على حقيقة هناك مسائل يجب أن يتجاوزها القطاع بشكل عام. نعم، الحديث عن مطالب المعلم الآن ربما يقودنا، أو هو بالتأكيد سيقودنا إلى السؤال عن التنسيق ما بين النقابات. هناك مجموعة من النقابات، من نقابات المعلمين في موريتانيا، هناك مطالب عديدة يتقدم بها المعلم. ماذا عن التنسيق بين هذه النقابات، خاصة أن المطالب هي نفسها، طبعا المطالب التي تقدمون أنتم بها هي نفسها التي تقدم بها بقية النقابات، نقابات المعلمين. طبعا في الحقيقة الحديث عن النقابات هو حديث يتفهمه الجميع، فالنقابات كلها هي تخدم الإطار، تخدم المعلم الميداني إذا طرحت تلك النقابة، لكن علينا أن نكون مجدين، أن نعمل على تنسيق. نعمل، لماذا لا نعمل على كيان واحد، نقابة واحدة لماذا تخدم المعلمين بشكل عام؟ أوجه إليك هذا السؤال، أنت كنقابي وقيادي في أحد النقابات، لماذا لا تتوحدون في جسم واحد يدافع عن المعلم؟ في الحقيقة ولتجربة بسيطة شخصية، أن الانصياع أو الدخول في هذه النقابات لن يكون إلا عن طريق الإقناع والعمل، وأن تقدم هذه النقابة للمعلمين ما يخدمهم. فهذه هي الطريقة الحقيقية التي تجمع المعلمين. فتعدد الوصول هذا، وصل النقابة كذا وكذا، هذا لا يخدم، بل ربما يكون فيه تفريق وليس يصلح. إذا ترى أن تعدد النقابات ليس لا يخدم المعلم بقدر ما هو بقدر ما يشتت جهود ومطالب المعلمين. الفكرة هنا جيدة، وكما حدث قبل منذ السنة الماضية أنه ستحدث انتخابات لكل النقابات، حتى تلك الانتخابات ستعطي النقابة الحقيقية التي يقف وراءها الجميع، وبالتالي سيحدث ما حدث للأحزاب السياسية. فأي حزب لديه منخرطون كثر سيبقى، وأي نقابة كذلك عليها إن لم تكن وراءها منخرطون كثر وعملها كذلك ميداني تحقق الكثير، عليها أن تنسحب وعلى مناسها أن ينسحبون. نعم، إذن هنا يمكن أن أسأل قبل أن أختم عن مدى التنسيق بين النقابات. حتى الآن يمكن القول أنه لا يوجد أي تنسيق بينكم وبين النقابات الأخرى؟ لا، بالعكس، هناك تنسيق بيننا وبين مجموعات. لكن هل هناك جسم أو قيادة لنقابات المعلمين موحدة؟ في الحقيقة أم أن نقابتكم تنتمي مثلا لكونفدرالية عمالية معينة، ونقابة أخرى للمعلمين تنتمي لكونفدرالية أخرى، وبالتالي يشتت المعلم؟ جيد، في الحقيقة نحن في النقابة الوطنية للمعلمين نركز على عنصر مهم، ألا وهو الوعي النقابي، وهو الجمع بين جميع المعلمين. فما من أحد يملك وصلا إلا وقمنا بالاتصال به لنقنعه أو يقنعنا، وكثيرا ما نلتقي عند طريق واحد، أنه هو يخدم مهم المعلم ونحن نخدمه، والكثير من لديهم أوصال هم الآن يخدمون، يعملون معنا في هذه النقابة. نعم، جميل. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامج المشهد التي ناقشنا فيها تحذير النقابة الوطنية للمعلمين مما تسميه انهيار الثقة بين المعلم وبين القطاع الوصي عليه. نجدد الشكر لضيفنا الكتار والأفضل الأمين العام المساعد للنقابة الوطنية للمعلمين، وإلى أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج، إليكم تحيات الفريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.